مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من حصتكم صريح جدا، والتي تأتيكم من بوابة الصحراء الأغواط. بعد عطلة صيفية طويلة فرضتها جائحة كورونا، ها هي الحياة تعود مجددا إلى المدارس. كاميرا النهار رافقت الطاقم الإداري والطاقم التربوي وبعض من الأولياء والتلاميذ في أول يوم لهم من الدخول المدرسي. لنتابع. اليوم نحن اليوم نتواجد في مدرسة ابتدائية بنحضر الدخول المدرسي مع أبنائنا في التعليم الابتدائي. يبدو لنا أن اليوم الأول الدخول عادي، فيه حضور وفيه يعني استقبال باستعمال وسائل البروتوكول الصحي والإجراءات الصحية. لحد الآن كل الأمور في غاية ما يكون، والجو يعني مستقر والدخول عادي، وما فيش يعني ملاحظات ولا إشارات تذكر، معناها تلفت الانتباه ولا لا تذكر. بالنسبة للدخول المدرسي اليوم، جبت الابنة تاعي أول يوم ليها هنا في مؤسسة جنان قدور ابتدائية، وكانت الدخول في ظروف جد حسنة، ونتبنى وتبقى هذه البروتوكول متابع باقي السنة الدراسية إن شاء الله، وربي يفتح علينا هذا البلاء إن شاء الله. اليوم كان الدخول المدرسي 21 سبتمبر في ثانوية الشيخ أحمد قصيبة الأغواط. أنا تلميذة بكالوريا، دخلت وفق إجراءات وقائية، تلاقيت بزملاء تاعي اللي دلي مرة ما شفتهمش، والأساتذة تاعنا اللي حمسونا وداروا لنا دروس افتتاحية تاع يحمسونا البكالوريا. إن شاء الله نربحوا الباك بنقطة زينة، ندو الطب إن شاء الله. بعد عطلة دامت عدة أشهر، ها هو اليوم يأتي الدخول المدرسي الذي استقبلنا فيه التلاميذ، وكان استقبال جد رائع، ونفذ فيه البروتوكول الصحي مع أبنائنا التلاميذ. طبعا الدخول هذه المرة كان مميز، لأنه كثير من الأحداث كانت في الأيام الماضية، وكما كان مقرر من طرف الوزارة تكلمنا في هذا الدخول حول هذه الكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخرا، وكيفية تضامن وتآزر هذا الشعب. من ثانوية الشيخ أحمد قصيبة، دخول المدرسي اليوم كان جد رائع ومشرف لنا، حيث التقينا بالأصدقاء بعد غياب طويل، والأساتذة ربي يحفظهم إن شاء الله. تحية خاصة للأستاذ أستاذ الرياضيات. أولا نهني أنفسنا ونهني أولادنا بهذا الدخول، نتمنى إن شاء الله أن يكون دخولا موفقا للجميع. كذلك نتمنى أن إن شاء الله يرفد علينا إن شاء الله هذا الوباء، ونكون في أحسن حال إن شاء الله. وكما ترون البروتوكول الصحي مطبقينه زان، التلاميذ كاملين بليبافا تاعهم، التباعد كاين، ونرجو ان شاء الله النجاح في الدراسه. طالب في مؤسسه احمد قصيبه بولايه الاغواط نيفو باك، استأنفنا اليوم الدراسه، التقيت بزملائي اللي عدي صيفه ما شفتهمش 3 أشهر تقريبا، في ظروف استثنائيه احتراما للبروتوكول الصحي، وان شاء الله يكون هذا العام التالي في الليسي، وربي يوفقنا في الباك ان شاء الله. تلميذه ثانويه الشيخ احمد قصيبه مقبله على شهاده البكالوريا. اليوم كان دخول المدرسي 21 سبتمبر، وتلقينا بعض الاجراءات الوقائيه، وثاني تلقينا باساتذتنا وزملائنا، وكانوا حفزونا على الدراسه، وبدينا بالبرنامج نوجه رساله للالتزام لكل تلاميذ مقبلين على هذه الدراسة، الالتزام بالإجراءات الوقائية بالبافات والمعقم. بالمناسبة هذه دخل الولد تاعي سنة أولى، أتمنى لهم النجاح إن شاء الله في مدرسة جنان قدور، وإن شاء الله يكون في ظروف حسنة، ونتمنى لهم النجاح.
لي البدايه لقاء كريم.